اي واحد مقبل على الزواج يراعي ربنا بمعايير الاسلام ويختار الاختيار الصحيح. بمعنى تخيروا لنطفكم فان العرق دساس، يروح ينقي بنت الناس اللي يعرف يتعايش معاها. مش يعني احنا في كلمة بنقولها دايما، كلمة عانس، الكلمة دي مش موجودة في القاموس نهائي. ايه كلمة عانس دي؟ فاتها قطر الجواز. ايه فاتها قطر الجواز؟ اما هيجي نصيبها هتتجوز، فعاوزين نشيلها. الشباب اللي بيقبل على الزواج اختار الاختيار الصحيح، راعي ربنا في اللي انت هتتجوزها. بتتجوز جواز ابدي، ان كنت شايف نفسك مش هتقدر تقاوم الزيجة ما تتجوزي، وقعد في قلب بيتك. نفس النظام البنت، الاختيار يكون الاختيار الصحيح، التكافؤ الثقافي الاجتماعي المالي، عشان بعد كده لا يبوء هذا الزواج بالفشل او الانفصال، ونقع في نفس المشاكل اللي موجودة في المجتمعات كلها مش المجتمع المصري. تمام، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.